فيدرالية جمعية أغراض المياه والدرع للتنمية والمحافظة على البيئة بشراكة مع جمعية أغراض الماء الصالح للشرب والتنمية والتعاون وجمعية المياه والدرع وكذلك سنديك عمارة تغارت واحد ارتأوا أنهم يقوموا بواحد الحملة ديال النظافة في الشاطئ ديال المياه والدرع ليوم 27 يونيو 2020 والأسبوع المقبل السبت 4 جويلية بأغراض. الهدف منها هو أنه الأزبال اللي كاينة واخا ما كثيراش اليوم بزاف أنه ننظفوا هذا الشاطئ هذا الجميل باش الناس يصطافوا في أحسن الظروف. اللي كنتمناو هو الناس اللي جاب معاه شي زبل يديه معاه، لأن دابا جمعنا واحد العدد ديال الأزبال فيهم ميكا فيهم الكيسان ديال البلاستيك حتى سميتو حتى صحاب الفليك هادو لايحين الكراب لكن لايحين شي حوت وكيعطي الريحه، هذا هو المشكل دابا. اذا هاد المبادره كنتمناو ان الاسبوع المقبل غادي تعاود في أغراض وفي شهر لفان ديال 7 نعاودوها ان شاء الله. الهدف ديال هاد المبادره هذه اللي كيقوموا بها الساكنه ديال اكادير والساكنه ديال ايمي والدار والمجتمع المدني، الهدف منها هو تنظيف هاد الرمال الذهبيه ديال هاد المنطقه هذه، ولكن في نفس الوقت كنطلبوا من الناس ديال اكادير من الساكنه ديال المغرب اللي هما غادي تكون الاتجاه ديالهم والقبله ديالهم هاد السنه هذه باش يعاونوا شويه، لان حرام باش الانسان يدوز نهار ديالو في البحر ويخلي النفايات ديال الغداء ديالو والبلاستيك ومجموعه ديال الحوايج فوق البحر. وكنطلبوا من الناس باش يدفعوا الابناء ديالهم حتى هما يتبعوهم في هاد المبادرات هذه، لان حرام هاد الرمال هذه ديالنا تكون بهذه الطريقه هذه.